في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. حدد نادي الزمالك المصري ملعب بتروسبورت لمواجهة فريق ديكادها بطل الصومال في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 11 من شهر أغسطس الجاري، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر في مصر أيضا. وكان الزمالك قد حدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته الأفريقية، وهي القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، لكن استاد القاهرة غير جاهز حاليا لوجود إصلاحات فيه، بجانب أن ملعب برج العرب سيكون مشغولا في نفس اليوم، حيث سيلعب الأهلي مباراته أمام اطلع برا بطل جنوب السودان، ليصبح اللعب على بتروسبورت لا مفر منه أمام الفريق الأبيض.